نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. طبعا اليوم بإذن الله سوف نقوم بشرح طريقة استثمار في مجال تعدين البيتكوين. راح أقوم بتلخيص نبذة عن عملة البيتكوين. على حسب بحثي المتواضع هي عملة افتراضية تقوم على مبدأ الند للند، أي غير قابلة لطرف ثالث مثل بنك أو شركة مصرفية، أو على سبيل المثال لديها يعني امتيازات أو إيجابيات. من بين هذه الإيجابيات أي ليس لديها عمولات مثل باقي البنوك، مثل البنوك الإلكترونية البايبل أو بايزا، دائما تجد يأخذون منك رسوم تتعدى 2 دولار فوق. بيتكوين خالي من هذه الرسومات، وإذا كانت ستكون شبه منعدمة. يعني بعض الشيء الذي يترك هذه العملة دائما في الريادة هي كونها أنها مفتوحة المصدر، أي قابلة للتطوير. زيادة عن ذلك كونها عملة مشفرة لا يمكن تزويرها مثل النقود الورقية أو غير ذلك. البيتكوين هي عملة ربما على حسب البحث ظهرت في 2009، وأول من قام باستخراج هذه العملة هو شخص مجهول الهوية يدعى ساتوشي ناكاموتو، عفوا، هو ياباني الجنسية. كانت انشئت 21 مليون عملة بيتكوين، وهي سارية المفعول إلى سنة 1140. خلال كل 10 دقائق في اليوم تنشأ أو تنتج، أو يستطيع المنقبون إذا حقت الكلمة أن يستخرجوا 25 عملة بيتكوين خلال 10 دقائق. ومدة 4 سنوات تتقلص هذه الكمية إلى النصف، أي تصبح كل 10 دقائق أنك تستخرج 12.5 عملة بيتكوين إلى سنة 2140، حيث تستخرج آخر عملة بيتكوين. طيب، من خلال الشرح هنا يقتصر على أحد المواقع التي ادعى صيتها في الآونة الأخيرة، وهو كما تشاهدون هو موقع هاشوسيان. هذا الموقع استثماري بالدرجة الأولى للأخوة الذين لا يستطيعون أن يستثمروا فيه، فلا داعي. هو ليس يعني كباقي المواقع التي تربحك ساتوشيات عبر رموز الكابتشا إلى غير ذلك، فهذا موقع استثماري محض. كل ما عليك أنك تدفع أموال خاصة في هذا الموقع، وبالتالي تقوم بالاستثمار، أي تربح، تشتري قوة. الموقع يعطيك قوة تعدين، وعندما تشتري هذه القوة، إذا كانت تشتري قوة يعني ضخمة، تستطيع أن تكون لديك أرباح ضخمة. طيب، سوف نلقي نظرة هنا المزارع أو آلات التعدين، وهي آليات أو ماكينات خاصة بالكارتغرافيك، ولكنها ليست كالكارتغرافيك العادية التي تكون قوتها بالجيجا، وإنما هذه الماكينات قوتها بالتيرا وليس بالجيجا. ونحن نعرف أن 1000 جيجا تساوي 1 تيرا، هكذا كما تشاهدون هنا. هذه مزارع خاصة بالتعديل. طيب، نذهب إلى طريقة التسجيل في الموقع.
أول شيء عندما تود تجرح تأتيك هذه الصفحة، وأنا سأترك لكم الرابط إن شاء الله في الأسفل لتقوم بالتسجيل. أول شيء التسجيل بسيط جدا جدا في هذا الموقع. كل ما عليك أنك تضع إيميل، ولا بد أن تتأكد أن هذا الإيميل مفعل، أنك أي أنك تستطيع الولوج إليه أو الدخول. تكتب إيميلك هنا، تكتب مثال هذا إيميل، أكتب إيميل جيميل هكذا. في حالة لم تكن لديك خبرة فتح إيميل، سوف أضع رابط إن شاء الله لطريقة إنشاء إيميل أو بريد إلكتروني. تقوم بكتابة الإيميل وتضغط هنا. مجرد أن تضغط راح تتجه إلى الإيميل الذي قمت بالتسجيل فيه، وتجد أن الموقع قد أعطاك باسورد أو رقم سري. تقوم بنسخه ثم تتجه إلى هنا، تقوم بوضع الإيميل هنا، وتقوم بوضع نسخ الموت باس الذي أهداه لك الموقع عبر الإيميل، وتضغط لوج إن، وبالتالي تستطيع الولوج أو الدخول إلى الموقع بكل سهولة. ولكن هنا نقطة أساسية، مجرد الدخول إلى الموقع قم بتغيير الموت باس إلى موت باس معقد نوعا ما، وهذا لتفادي الاختراق لأنك تتعامل مع المال. أتمنى أن تكون الفكرة هنا واضحة. الآن سندخل بحسابي الخاص. دقيقة. حسابي يعني معقد، رقم والموت باس معقد، وهذا ضروري. ثم وبالتالي نكون هنا قد دخلت إلى موقعي. قبل الدخول سوف نشاهد ماكينات التعدين التي يقوم الموقع التعدين بها كما تشاهدون. هذه يعني محاكاة أو واقع، وليست محاكاة، للأجهزة المستعملة في هذا الموقع. طيب هنا أضغط على حسابي أو ماي أكونت، أضغط هكذا. مجرد أنك تضغط راح تتجه إلى هذه القائمة الخاصة بك أنت أول مرة. عندما تلج أو تدخل إلى تسجل لأول مرة راح تحصل على 50 قوة 50 كيلو هاش مجانية، وهذه 15 كيلو هاش مجانية. هذه 15 كيلو هاش مجانية هي لن تستطيع أن تأخذ أرباح، هي تعدن ولكن لن تصل إلى الحد الذي تستطيع الربح بهذا المبلغ، لأنه ضئيل جدا. أقل مبلغ تستطيع استثماره وهو 20 كيلو هاش. إذا أردنا أن نعرف هذه القيمة 20 كيلو هاش مقابلها بالدولار، هي 6 دولارات فاصل. ولو أردنا أن نذهب أو ننظر إلى هذه 20 كيلو هاش كم تهديك أرباح خلال اليوم، خلال الأسبوع، خلال السنة، نتجه إلى هنا. إلى هنا نضغط، هذه 20 كيلو هاش كما تشاهدون هنا تعطيك مبلغها كامل، هي 6 دولارات فاصل 20. خلال اليوم تعطيك 0.06 سنتات، خلال أسبوع تعطيك نصف دولار، خلال شهر تعطيك $1.78. ولكن هذا يعني مبلغ ضئيل جدا. إذا أردت أن تستثمر فلا بد على الأقل أن تكون لديك قوة كيلو هاش قوية جدا، وهذا لاستثمار بمبالغ طائلة إن شاء الله. فرضا لو أردنا أن نلقي نظرة على الإخوة أو الذين يستثمرون في هذا الموقع بمبالغ كثيرة جدا، ستتفاجئون. سنضغط على اليوزر أو المستخدمين.
هنا التوب يعني أكبر أعضاء قاموا بالاستثمار في هذا الموقع. هنا نشاهد الكيلو العاش التي اشتروها هذه الأعضاء ما تعادل 587 بيتكوين، ونحن نعرف جيدا أن 1 بيتكوين يساوي حاليا 412.13 مثال. هذا لو أردنا أو نذهب إلى أقل مثال، هذا المبلغ سوف نشاهد كم يستثمر. نذهب إلى هنا، كم يربح هنا؟ لا أعرف كم مبلغ يكون بهذا أو أقل. هذا الشخص إذا كنت أنت استثمرت بهذا المبلغ كما استثمر الشخص الذي قمنا له بالمعاينة، راح يكون ربحك خلال اليوم 44 دولار، خلال الأسبوع 312 دولار، خلال الشهر يكون 1338 دولار. ونحن كجزائريين مثال لو قمت باستثمار مبلغ مثل هذا وقمت بعملية حسابية هكذا، ونحن نعي جيدا أن عملة الدولار في نتعامل بمارشينوال أو السوق السوداء في 16 عفوا، يستون دينار تساوي أصبح لديك دخل شهري يعادل 21 مليون. وإذا استثمرت مبالغ يعني كبيرة كما تشاهد. طيب هنا سوف نلمع الموقع، هنا يخص يعني بالونس أو الميزانية، هنا نقوم بتحويل اللغة وذلك لنستطيع فهم أكثر. للأسف اللغة ليست مفعالة، لا عليك. هنا أول شيء البالونس أو الميزانية الخاصة بك، هنا في حالة إذا هنا القوة التي اشتريتها، وبالتالي أنا أقوم باستثمار يعني المبالغ التي أتحصل عليها والأرباح التي أتحصل عليها كما تشاهدون هنا، أقوم باستثمارها في الموقع، لا أقوم باستخراجها إلى محفظة زابو أو أي محفظة، لكن أقوم باستثمارها داخل الموقع. الطريقة كيف؟ أول شيء مثال نأتي إلى شانج أو تغيير، تخرج لك هذه القائمة. هنا في حالة إذا أردت أن تستثمر، معناها تستثمر داخل أو تريد أن تذهب أرباحك إلى محفظة زابو مثال، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى هنا، ثم الذهاب إلى وتأخذ هذا الأدرس الخاص بمحفظتك، عنوان أو أدرس البيتكوين أو أدرس محفظتك زابو، ثم تقوم بوضعه هنا. هنا في حالة إذا أردت أن الأرباح التي تجنيها خلال استثمارك في هذا الموقع تذهب إلى محفظتك تلقائيا، تضغط على الدفعات التلقائية هنا وتضغط حفظ، وبالتالي تذهب مباشرة بعد 0.05 بيتكوين تذهب إلى كزابو أي معين يعادل 2 دولار، تذهب إلى كزابو. في حالة إذا أردت أن تكرر أرباحك واستثماراتك تفعل هذه الخاصية، لا تفعل تضغط هنا، لا تضغط على الدفعات التلقائية، ثم تضع حفظ مثل ما قمت بفعله أنا. طيب وتقوم بحفظ، وبالتالي تستطيع أن تستثمر داخل الموقع يعني الأرباح تجنيها، ثم تقوم بشراء قوة.
طيب، هذه يعني يوميا، أنا حاليا يوميا أربح هذا المبلغ، أي ما يقدر بتقريبا 2 دولار. بعد ما كانت عندي يعني أرباح متوسطة، قمت بإعادة التكرار، قمت بتكرار الأرباح يعني داخل موقع واستثمر، وأنا الآن إن شاء الله سوف أدوم على هذه الطريقة. طيب، هنالك ذكرنا، كنا قد ذكرنا من قبل عندما يعطوك الموت باس، قم بتغييره هنا، اضغط هنا ثم ضع الموت باس التي أعطاه لك الموقع هنا، ثم قم بوضع موت باس معقد هنا، ثم هنا قم بإعادته هنا، هنا تضع الموت باس المعقد، وهنا تقوم بإعادته، ثم تضغط سيف أو حفظ. طيب، سوف ننتقل إلى، طيب هنالك كما ذكرنا سابقا، وهي خاصية الاستثمار، وكنت قد شرحتها هنا، السكيورتي هنا، الريفيرال، ريفيرال الإحالات، في حال إذا أردت أن تقوم بإعطاء رابط الإحالة لأشخاص ويسجلون من تحتك، وأنت ستستفيد 5% من الأرباح. قام شخص يعني بتسجيل برابط الإحالة الخاص بي، كان استثمر هذا المبلغ، هذا المبلغ حصلت من 9 كيلو هاش، وهو الآن يعني يستثمر، كل ما يستثمر، كل ما يعاود أو يكرر الأرباح، نحصل على مبلغ على حسب المبلغ الذي أضافه. يعني نسبة الإحالات تكون 5% من المال الذي يستثمره الشخص. طيب، اليوزر أو المستخدمين، كنا قد لقينا نظرة هنا، التوب يعني أقوى أعضاء قاموا بالاستثمار في هذا الموقع، وهنا أونلاين معناها الشخص هذا عبر الإنترنت حاليا يتصفح، وهذا راجع إلى مصداقية هذا الموقع. توجد هنا أشخاص قد سجلوا من 2013، من 2012 كما تشاهدون. أنت في حال إذا أردت أن تعرف نفسك خلال هذه الأعضاء، كل ما عليك تضغط هنا، ثم يعطيك وجودك هنا، هذا هو، عفوا، هذا هو وجودي هنا. طيب، الآن نأتي إلى طريقة، هنا يخص يعني الأسئلة الخاصة بالأعضاء. هنا يقول لك إذا أردت يعني أن تتصل بالإدارة، هذا هو الإيميل الخاص بها، في حالة إشكال أو مشكلة أو تواجه أي مشكلة، تتصل بالإدارة من هنا. هنا هذه الوحدة أو لينيتي التي تعدين أنت بها. إذا أردت أن تلقي نظرة على هذه الماكينة، كل ما عليك هو الضغط هنا، بعد ذلك تضغط هنا، يقول لك الموقع أن هذه الآلة التي اشتريتها سوف تستطيع في آخر المطاف، إذا أردت أن تنسحب سوف يرجعونها لك مدة 180 يوم بعد العمل، معناها تستطيع هذه الآلة أو الكارت جرافيك التي تتحصل عليها أنت أن تسترد أن تق... أن يعطوها لك، وتستطيع استرجاعها ويقومون بإرسالها لك، ولكن بعد أن تتعدى
6 أشهر، 180 يورو. طيب، تستطيع الشركة أن تقوم بإرسالها لك، كل ما عليك أن تتصل معهم هنا، وهذه يعني شيء جميل. لو أردنا أن نلقي نظرة على الكارت جرافيك أو الماكينة التي تعدين بها، نضغط هنا، انتظر. كما تشاهد، هذه الكارت جرافيك جيجا بايت. ب 3 محركات، يعني ديار سانك. طيب، الآن ننتقل إلى طريقة الاستثمار داخل الموقع. طريقة الاستثمار، أول شيء نذهب إلى باي أو شراء. هنا تقوم بشراء، يعني شراء قوة. مثال، أنا أريد أن أشتري 100 كيلو هاش. 100 كيلو هاش هي ما تقدر ب 31 دولار. كيف تقوم بجلبها أو الاستثمار هنا، أو جلبها إلى موقع هاشوسيان والاستثمار به؟ مثال، أنا عندي هذه القيمة من البيتكوين في محفظة كزابو. مثال، توجد هذه القيمة التي هي 100 كيلو هاش، والتي هي بالبيتكوين 0.07. الطريقة، هنالك طريقة نريد أن أوضحها. حذاري أن تقوم بمثال بعض المواقع تكون لديك فيهم كمية من البيتكوين، وهذه المواقع يعني لا ترسل في وقت وجيز، وإنما تستغرق ربما أكثر من 24 ساعة حتى تصل لك الأموال إلى هذا الموقع. وللأسف الموقع هنا مدة، يعني مدة هنا لو ضغطنا توجد 30 دقيقة، هي مدة الانتظار وصول المبلغ يعني. فلهذا أنوه أنك أول خطوة تريد أن تقوم باستثمار في هذا الموقع، لابد أن تكون لديك محفظة مثل محفظة زابو، لأن محفظة زابو ليس لديها عد تنازل، معناها تستطيع أن تشتري البيتكوين وتضيفه في محفظتك هنا في زابو، من ثم تقوم بإرساله إلى هاشوسيان، إلى هنا. طريقة، الآن سوف أتطرق كجزائريين إلى طريقة الحصول على البيتكوين مقابل البريد الجزائري أو سي سي بي بالطريقة التقليدية. طبعا أنا راح ألقي الضوء على موقع منتديات ستارسيت العربية. منتديات ستارسيت العربية، والرابط كما تشاهدون هنا، هي التي استطعت من خلالها أن أشتري البيتكوين. لماذا؟ لأن المواقع مثل موقع الجلفة تتعامل تبادل العملات، ولكن ليس لديهم البيتكوين. محظور بيع البيتكوين في موقع الجلفة أو موقع منتديات اللمة الجزائرية أو أي موقع آخر. ولكن هنا الحمد لله الإخوة قائمين على تنشيط هذا المنتدى، وأنا أشكرهم على هذا العمل. طريقة شراء العملة من موقع منتديات ستارسيت العربية، كيف؟ أولا تدخل على تبادل العملات عفوا، ثم إنشاء موضوع يكون الطلب كالتالي. مطلوب معناها أنت تريد تكتب مطلوب مثال 60 دولار، 60 دولار بيتكوين مقابل ال سي بي، هكذا. ثم تدخل في الموضوع وتكتب أريد من ذلك 60 دولار بيتكوين مقابل سي بي. مثال كما
إذا أردت أن توضح لدي محفظة الزرق إلى غير ذلك فلك. عندما تقوم بهذا الطلب تضغط إدخال النص ويصبح الموضوع داخل ينتظر موافقة طبعا المشرف. عندما يوافق المشرف راح تجده في القائمة. كل ما عليك أن تنتظر شخص يقدم لك مبتغاك، أو تدخل إذا وجدت هنا شخص مثال كاتب متوفر 30 بيتكوين مقابل سي سي بي، تضغط وتحجز المبلغ. اكتب احجز لي المبلغ هذا في حال إذا أردت أن تدخل على موقع متوفر أو نص متوفر فيه البيتكوين. طيب، وإذا أردت العكس أن تقوم أنت بوضع الموضوع تكتب مطلوب كما ذكرت سابقا أو كما شرحت سابقا. الشيء الأساسي وراء كل هذا هو الوسيط كما تشاهد هنا قائمة الوسطاء المعتمدين. الوسطاء من هم؟ هم أشخاص لديهم ثقة، قام الموقع أو بالتعاقد معهم، وذلك يعني أخذ كل خصوصيتهم بما فيها يعني بطاقة التعريف الوطنية، صورهم، كل شيء. يعني يمكن أن نقول سبلوا نفوسهم، وهذا من أجل خدمة الغير. بارك الله فيهم على هذه المبادرة. هذه القائمة من الوسطاء يعتمدون على بنوك، من بين البنوك نحافظ بيتكوين طبعا. تدخل هنا أول شيء، هذا في حال إنك قمت إنك وجدت يعني أشخاص، وجدت شخص يريد أن يبيع لك البيتكوين مقابل سي سي بي، أنت راح تدفع له السي سي بي بتاعه وهو يقوم يرسل لك البيتكوين إلى محفظتك. الطريقة كيف؟ أول شيء تذهب إلى الأعلى أو الوسطاء، ثاني شيء تجد العملة أو البنك الذي تتعامل معه. كما نحن نتكلم على البيتكوين نجد هنا بيتكوين. أنا أخونا نذير الصطايفي أشكره بالمناسبة، يعني لديه يعني محفظة بيتكوين البلوكشاين أو زابو أو. وهنا كذلك نشاهد الأخ أبو عبد الرحمن يمتلك محفظة زابو ومحفظة يتعامل مع البيتكوين، وهنا كذلك، وأخونا كذلك خالد. كل هذه الأعضاء، كل ما عليك فعله عندما تجد الشخص تقول له المعاملة بوسيط، تتكلم مع الوسيط عبر الهاتف وتقول له أريد منك أن تكون وسيط لي في عملية الشراء بيني وبين الشخص المراد يعني شراء عليه العملة. بعد ما تقوم بفتح الموضوع هو راح يقوم عندما يدخل الوسيط. طريقة الشراء كيف تكون؟ عندما يدخل الوسيط يطلب من الشخص البائع الذي يريد أن يبيع لك البيتكوين، يطلب منه أن يرسل مبلغ البيتكوين إلى محفظة الوسيط، ويقول لك الوسيط أطلب مستحقات أو وثائق الدفع الخاصة بالبائع، معناها سي سي بي بتاعه، تطلبه من البائع على الخاص. هذه تكون على الخاص، ولكن الإثبات يعني يكون على العام في الموضوع. تم إرسال الوثائق، الوثائق يرسل على الخاص. طيب، هذه ربما نقطة في الخاص وهي الرسائل الخاصة. طبعا الوسيط عندما يصله المبلغ، قبل أن يصله المبلغ من الشخص يقول لك أطلب منه وثائق مثل رقم الحساب الجاري في بريد الجزائر، ويقول لك حذاري أن تقوم بإرسالها حتى أمرك. هذه النقطة الأساسية. عندما يقوم البائع بإعطاء المبلغ في محفظة الوسيط ويتأكد الوسيط من وصول المبلغ، هنا يطلب منك أن تقوم بإرسال المبلغ إلى حساب سي سي بي الخاص بالشخص دينار الجزائري، وهو بدوره الوسيط يقوم بإرسال لك المبلغ إلى محفظتك.
فهذا هو دور الوسيط. طبعا على ما أظن قمت بالشرح بما فيه الكفاية. عفوا، عندما يقوم الوسيط بإرسال لك المال، احنا قلنا راح ترسل له محفظة زابو أحسن، لا تقوم بإرسال له هذا تقوم بإرسال له هذا الادرس الخاص بهاشوسيان، ربما يطول أكثر من هذه المدة وتقع في إشكال. فلهذا تطلب تعطيه، تذهب إلى هنا وتقدم له للوسيط هذا العنوان، تنسخه وتقدم له في الرسائل الخاصة، وهو يقوم بإرسال لك المبلغ هنا في محفظة زابو. وأنت كيف عندما يرسل لك المبلغ مثل 30 دولار كما تكلمنا سابقا، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى ساند أو إرسال، هكذا نظهر، نضغط هنا، بعد ذلك ننسخ هذا الرابط أو هذا الأدرس ونذهب إلى محفظة زابو، نضعه هنا كما تشاهدون. حذاري، هنا نقطة أساسية كذلك، حذاري أن تقوم بكتابة مثال، احنا قلنا 31 دولار، تقوم بكتابتها هنا، فهنا في بعض الأحيان لا تصل، لا تقول إرسال الدفعة لا تصل. كل ما عليك فعله هو أنك تقوم ب يعني نسخ هذا المبلغ هنا في الهاشوسيان، هنا تقوم بنسخه هكذا، ثم تقوم تذهب إلى محفظة زابو وتذهب إلى هنا، هو يعني هكذا تقوم بوضعه. وبعد ذلك بعد ما ضغطنا هنا وجعلنا الأدريس الخاص بهاشوسيان تضغط إرسال، مجرد أنك تضغط راح يطلب منك الموقع أن تضع الرقم السري الخاص بك في محفظة زابو، تقوم بوضعه. وفي بعض الأحيان يطلب منك كذلك التأكيد من الرقم الكود الذي يصل في هاتفك، لأن محفظة زابو تفعل بالهاتف، ومجرد أنك تضغط وتوافق راح تخرج لك نافذة طريقة إرسال الأموال الخاصة بك. بعد مدة عندما تصل تجد هنا تأكيدات، التأكيدات يقول لك إن قد يصل المبلغ من ساعتين إلى 12 ساعة، ولكن هذا مجرد يعني رقم، هي في الأغلب تصل في أقل من ساعتين إلى 3 ساعات. والتأكيدات تنزل إلى هنا تجد 5 مثال، 6، 1 من 6، 2 من 6، 3 من 6، 4 من 6، إلى أن تؤكد، إلى أن تصبح هكذا. وبالتالي يصبح لديك المبلغ داخل محفظة أو داخل موقع هاشوسيان، وتستطيع التعديل به بكل أريحية وبدون أي مشاكل. أتمنى أن أكون قد وضحت الكثير من خلال هذا اللقاء. دائما معكم أخوكم أمين أحمد من مدونة أداة الفوتوشوب، أستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه، وشكرا وإلى الملتقى إن شاء الله.